قالت وزيرة الخزانة الأمريكية أن نجاح خطة رئيس جو بايدن التحفيزية مرهون بسرعة عودة مستويات البطالة إلى ما قبل جائحة كورونا واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات. وقللت أيضا من شأن ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن للتعافي الاقتصادية والبالغة تريليون و900 مليار دولار والتي تخضع للنقاش حاليا في الكونغرس، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيسهم في ارتفاع الناتج المحلي. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن زميلة كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم، أرحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. لو تضعنا في الأجواء ومزيد من التفاصيل، هل سيكون هناك يمكن خطة معلنة أو قرارات فيما يتعلق بالتقليص وتقليل مستويات البطالة وإعادة الخدمات وتوفير فرص عمل؟ هل هناك خطة واحدة واضحة للإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة جو بايدن؟ نعم، ده أنا يمكن ربما أريد أن أكمل ما كان يتحدث فيه زميلي ياسر مع محمود، والمتعلق بالخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية بشأن مواجهة حجم البطالة ومواجهة أيضا جائحة كورونا على مستوى الاقتصادي. تلك الخطة تتلخص في حزمة المساعدات الثالثة التي لم تقر حتى الآن من الكونغرس الأمريكي، تم الموافقة المبدئية عليها داخل مجلس الشيوخ وأحيلت إلى مجلس النواب، لم تتم التصويت عليها حتى الآن بمجلس النواب، وإذ ما وافق عليها مجلس النواب يتم تحويلها مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية. تلك الحزمة المقدرة بتريليون و900 مليار دولار. ربما جانت يالين وزيرة الخزانة الأمريكية تحدثت اليوم في مؤتمر أو في حديث لها عبر بث مباشر على الإنترنت بأن التخوفات بشأن ارتفاع الدين العام الأمريكي بسبب تلك الحزمة الثالثة الضخمة لم تكن أو يعني ليست حقيقية أو واقعية، ولأن أسعار الفائدة منخفضة وبالتالي سداد الديون بالنسبة للولايات المتحدة سيكون هناك ربما أريحية بالنسبة لعملية سداد الديون والفوائد عليها بسبب انخفاض أسعار الفائدة على المستوى الأمريكي والمستوى العالمي، وبالتالي قد لا يؤدي ذلك لأزمة مالية في الولايات المتحدة بعد انتهاء تلك الجائحة. وذكرت أيضا أنه من الهام للغاية تمرير تلك الحزمة من المساعدات لأنها هامة للغاية لتقليل يعني البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن جو بايدن في حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي أو في الخطاب الذي كان يتحدث فيه ذكر أن هناك نحو 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أغلقت على مدار العام الماضي، أغلقت نشاطها على مدار العام الماضي بسبب جائحة كورونا، أنه يجب دعم هؤلاء لأنهم يمثلون 90% من الشركات الأمريكية، هي الشركات الصغيرة ذات عدد الموظفين القليل وذات النشاط المحدود بالنسبة للمدن والولايات، ولكنها هامة للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. كل تلك المداولات بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتأكيد سيحسمها التصويت في مجلس النواب بالنسبة للكونغرس الأمريكي، وبعده التصويت داخل مجلس الشيوخ بالنسبة للموافقة على حزمة المساعدة، خاصة أن جو بايدن يعني ربما ألمح اليوم أنه قد يتم تقليل الشيكات الخاصة بالمواطنين، كان مقرر أن تكون 1400 دولار لكل مواطن، ربما ألمح أنه سيتم تقليل تلك الشيكات من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. نعم كريم يسري زميلي من واشنطن مراسل إكس نيوز، أشكرك على هذا الرصد وكل تلك المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك كريم.